Hello. Hi. So finally live. I was using كنت عم بحاول أجرب النيو لايف تبع فيسبوك على الويب على الديسكتوب. So ما كان دغري عم بيمشي. I'm now live. I hope that you will be watching. اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم. اوكي اللي هو how we know our strengths. So كيف نحن بنقدر نعرف نقاط القوة تاعتنا. هذا الشيء موضوع على فكرة كتير مهم، وأول ما حطيت أنا البوست إنه حأطلع أحكي لايف عن هذا الموضوع، في كتير ناس سألوني طب محمد أنت شو بتشوف نقاط القوة تاعتنا؟ سو في كتير ناس ما بتعرف اليوم نقاط القوة تاعتها، في كتير ناس بتحب كانت تقدر تلاقي طريقة لتعرف نقاط القوة، أو في ناس عندها استخفاف بحالها لتعرف نقاط القوة تاعتها. نحن كتير بحاجة لهذا الموضوع بهاي الفترة من حياتنا، انه نعرف نقاط القوة تاعتنا. شو يعني؟ اول ما ببلش لكم الطرق اللي نحن بنعرف فيها نقاط القوة، حنحكي اول شيء شو يعني سترينثس؟ يعني شو يعني نقاط القوة؟ نقاط القوة فيها تكون هي المهام او الاجراءات او اي انشطة بتقدر تعملها بطريقة جيدة او جيدة جدا. سو هيدي اول شغله مهمه بالموضوع، انه انت مهاره او نشاط تقدر تعرفه بطريقه جيده جدا. ثاني شيء ممكن يكون هذا معرفه، ممكن يكون كفاءه، او ممكن يكون مهاره او موهبه، يعني فممكن هيدي السترينثس او نقاط القوه فيها تكون هي سكيلز، او فيها تكون نولج، فيها تكون anything task or action you do it well or excellent or in a great way، يعني يكون well and up، لازم تكون تقدر تتمتع بطريقه بالقيام فيها طريقه ممتازه. فهذه السترينثس. اليوم نحن اشخاص يونيك موجودين على الارض. يس صحيح انه نحن يونيك، بس نحن بنتشارك بعض السترينثس نحن اشخاص ثانيين. اليوم السؤال الاساسي، لانه بهالاوقات الصعبه لازم كل واحد يشد على مشده بقولوا، او يستعمل نقاط القوه تعوله ليروح فيها للاخر ويستفيد منها لنقاط القوة، ونقاط الضعف تاعيته يحسنها. كيف نعرف نقاط القوة تاعيتنا؟ أنا اليوم حأحكي بالعشر دقايق اللي المفروض تكون فيهم لايف، ما بدي أطول عليكم كثير، حنحكي عن الخمس نقاط مهمة كيف، أو خمس طرق مهمة كيف بنعرف السترينجز تاعولنا. ومرة جاية حنحكي كيف نحول هالسترينجز أو نقاط القوة تاعيتنا لقصة ناجحة. هذا الأساس بالموضوع، نعرف كيف نحول هالموضوع لقصة ناجحة. أنا ما عم بعرف مين اللي هلا عم يحضر الفيديو، so please إذا عندكم أي كومنت you can always put the comment on the بالكومنت عادي، وأنا بقدر أشوفهم. شو هن الخمس نقاط الأساسية للطرق اللي أنا بقدر أعرف السترينجز تاعيتي؟ أول شيء لازم أعرف أسمع غيري شو بقول عني، او شو الاطراءات اللي بتجيني. يعني في كثير اشخاص اليوم بتبلش الام من الصغر بتقول له ابنه انه هي انا ابني شاطر كثير بالرسم، انا ابني صوته حلو، انا ابني شوف لما بالحسابات هيز اكسلنت. سو هيدي الاطراءات اللي بتسمعها معناتها انت عم بتجيد، او انت يو ار دوينج، عندك هيدي السترينثز. سو بدك تسمع، حاول تتذكر كل الاطراءات اللي بتجيك او القصص اللي هي السترينجز اللي بتسمعها من الاشخاص عبر اطراءات عن شيء انت بتقوم بطريقه كثير منيحه، او عن مهامات انت بتقوم فيها وقمت فيها بنجاح كثير واخذت عليها ريورد او اي اوورد بموضوع الصوره. اول شيء تو لسن للكومبلمنت للاشخاص اللي حواليك اللي يمكن يقولوا عنك، او اي سكيلز معين بيقولوا عنك، وممكن هيدي السكيلز ممكن تكون شو هون المهاره اللي انت بتاخذ عنها العالم عم تقول عنها، ممكن تكون الكرياتيفيتي تاعيتك، الابداع، ممكن تكون بالليسننج سكيلز، انه انت والله بتسمع كثير منيح، او انت بتحلل كثير منيح، او بتخطط كثير منيح. سو اذا انت بتسمعهم هول الاطراءات معناتها عندك سترينثز بمحل ما، بالكرياتيفيتي او بالليسننج سكيلز او بالبلاننج سكيلز او بالكوميونيكيشن سكيلز. وهيدي الشغله فيك تبني عليها، وهيدي اساس برايي كثير مهم لك لتبني عليه قوتك بالجوب كارير. ولازم تحطهم هو بالسي في، كل السترينثز تحطوهم بالكارير تستخدموهم كثير منيح بالانترفيو. هنحكي بالنكست فيديو ان شاء الله، نكست فرايداي، كيف تستعملوا هالسترينثز. تاني شيء to know what you love، يعني لازم تعرف انت شو بتحب، لازم تعرف انت شو بتحب تعمل. هذا الشيء كيف تعرف تعمله، لازم تشوف انه انت اليوم لما تعمل شغله تعملها بشغف او بحب، شو هي؟ تحاول انت الموس او تحس مع او هيك اعمل مديتيشن شي ربع ساعه، فكر الموضوع انه انا شو الشغله اللي كثير بحب اعملها، او شو القصص اللي انا على طول لما اعملهم اوكي بعملهم بكثير شغف. سو هذه الشغله مهمه، انت تعرف انت شو بتحب تعمل وتبني عليها. امرار كثير ممكن تكون انت اللي بتحب تعمله ما عندك سترينكس عليه، بس ممكن تبني السترينكس تعوله. سو كثير مهم يا جماعه انه تبنوا الاكتشاف تبعكم السترينكسز على اشياء بتحبوها، لانه اذا كانت السترينكسز تبعكم عم بيكون او نقاط القوه تاعتكم على اشياء ما بتحبوا ما عندكم شغف عليها، بتموت مع الوقت او عند اي فرصه صعبه حتكون لألكم يمكن تفقدوا الامل او توقفوا تنسحبوا من هذا الموضوع. سو على طول اشتغلوا على نقاط القوه اللي بتحبوا انتم تعملوهم. النقطه الثالثه وهي كثير مهمه، شوفوا وين بيقولوا هاو find your flow state. شو يعني؟ يعني انت شوف وين باي سيتويشن انت بتكون الامور ماشيه بطريقه سلسه. يعني خذوا اكزامبل كثير سخيف، اذا انتم عندكم رحله رايحين انتم واصحابكم، في هذا الشخص اللي هو على طول بيحضر كل شيء وبينظم كل شيء، بحط بلاننج على ورقه، بيكون كاتب شن المواضيع اللي هن الاغراض اللي ناقص صوت اللي ناقصتكم وكذا، هذا الزلمه عنده بلاننج سكيلز، هي كان ورك از ايفنت بلانر، لانه عنده بلان وما حدا يستخف بالموضوع، عنده هيدي السترينكس، بحب يعمل بلاننج، هي سبيكر اون تايم. او شوف هذا امرار من ضمن الرفقه تاعولكم في شخص على طول هو اللي بيسمع لكم، هو اللي بيجي بعدين بيقول لكم انه شو الحل الانسب، هيدا هي جود ليسنر، عنده listening سكيلز قويه وعنده اناليتيكال او اناليسيس سكيلز كثير قويه. سو انتم من هون بتعرفوا الطريقه كيف الامور، اي نقاط القوه تاعتكم لما تحسوا انه القصص اللي انتم بتعملوها في قصص بتعربس وكثير بتتشربك وما بتزبط وكذا، هول القصص انتم ما عندكم قوه فيها ما بتحبوها، في قصص سبحان الله لما تشتغلوا فيها بتكون سلسه والامور ماشيه وكل القصص بطريقه حلوه ماشي معنا. سو هيدي سنو يور فلو ستيت اسمها هيدي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه وهي كثير مهمه، فيكم تعرفوا know your relationship style، فيكم تعرفوا من المعارف تاعيتكم، من انواع المعارف تاعيتكم انتم شو بتحبوا وشو السترينكس تاعيتهم. يعني اليوم اذا كل اصحابك هن مطربين او فنانين، انت بتحب الفن، يعني لازم تكون السترينكس تبعك بمحل ما خاصه بالارتس او بالفن او whatever. او انت كل اصحابك هن بالفاينانشلز، يعني انت بتحب الفاينانس، بتحب الاكونتنج، يعني انت السترينكس تبعك لازم يكون سيرتن واي انه بتحسب مضبوط، عندك جود اناليتيكال فاينانشال سكيلز. سو unless نحن عم نحكي على العموميات، ما عم نحكي على الحالات الخاصه، بتقول لي انا عندي رفيق واحد وبيشتغل هندسه وما بحب الهندسه، نحن ما عم نحكي على الكيسات، عم نحكي على الكيسات لما تكون انت بالاجمال كل الريليشن شيب اللي بتبنيها او العلاقات اللي انت بتستمر فيها واللي بتحبها هي على طول بتعطيك انديكيشن، لانه انت ليه بتحب هي العلاقه مع سيرتن فريندز، لانه بيحكوا عن مواضيع انت بتحبها، انت عندك سترينكس فيها او انت بتبين فيها انه بطل انه بتصير تحب. لاحظ انت اذا تروح مع حدا بتظهر معه بيحكي عن مواضيع انت فاشل فيها، بطل تحبه، ما بتحب تظهر معه، لما يحكيك عن شيء انت منك قوتك، او ظهر مع حدا بيحكيك عن قصص انت سترينكس تاعتك، شوف كيف بتكون الحوار تبعك، شوف كيف بتعطي بطلاقه، بتحكي بطلاقه بهذا الموضوع. سو كثير مهمه انه نعرف نوعيه الريليشن شيب شو بتصف، ساعات بتعطينا انديكيشن شو هن السترينكس تاعولنا، يعني بتعرف نعرف اكثر الوحي تبع او من اي مواضيع نحن السترينكس تاعنا. خامس شيء واخر نقطه حنحكي عنها اليوم، ما تخطى ال10 دقائق، والفيديو حيكون موجود على اليوتيوب شانل او حطه على الفيسبوك تقدر تحضروه، اللي بعد ما عمل سبسكرايب على اليوتيوب شانل بليز دو، اتس youtube.com/c/محمد برده. خامس نقطه it's something that you love to read about، يعني انت عاده السترينكس هو شغله بتحب تقرا عنها، او اذا انت بتحب القرايه بتحب تحضر فيديوز او تسمع عنها او تحكي عنها. على طول الاشياء اللي نحن بنحبها ونقاط القوه تاعتنا بنصير لما حدا يحكي عنها بتصير زيحه خلوني انا احكي، وبتبلش تحكي بطلاقه. This is your strengths، يعني اذا انت في مواضيع انت بتحكي عنها بطلاقه، ما عم بقول انا يمكن بتشتغل فيها انت هلا، بس مجرد ان انت الموضوع هذا بتحكي عنه بطلاقه وبتحب تحكي عنه وبتحب تقرا عنه ووثائقيات وتحضر فيديوز، معناتها هذا الشيء لازم يكون in your strengths نوعا ما الموضوع. فمن هون بتعرف انت شو هن الثانكس تاعولك. سو حارجع الخص لانه وصلنا لنهايه الفيديو. اهم شيء اكثر اسهل 5 نقاط ممكن تساعدك لتقدر تستكشف او تكتشف نقاط القوه تاعيتك او تو نو يور سترينكس. اليوم اللي عم نحكي عنهم هن اول شيء من لما تسمع او ترجع تراجع شو بيحكوا عنك العالم او شو بيعطوك اطراء او وير يو جيت ذا بيست فيدباك او اكثر ردود فعل بتكون ايجابيه على اي مواضيع، بتكون هيدي بالسترينكس تاعيتك. هيدي اول وحده. ثاني وحده بتشوف انت شيء اللي بتحب تعمله او بتحب تحكي عنه او بتحب تشوف. هيدا النو وات يو لاف هيدا حتساعدك كثير انه بالسترينكس تبعك وين، لانه انت على طول عندك سترينكس تاعيتك نقاط القوه بقصص انت بتحبها. ثالث شوف وين where is your flow state او شوف وين المواضيع لما تعملها او اي هي النشاطات او الاكتيفيتي اللي بتعملها او المعارف اللي هي بتمشي بسلاسه بطريقه كثير منيحه. رابع شيء شوف انواع العلاقات تاعيتك، شوف الفريندز تاعولك، كل الكونكشنز عندك هن مبنيه على اي شيء. هي لازم تعطوك صوره شويه عن ال عن ال اكيد السترينكس تاعيتك. وخامس شيء واخر وحده انت هذا الشيء السترينكس انت فيه اكيد بتحب تسمع عنه، بتحب تحكي عنه، بتحب تقرا عنه، تحضر فيديو. سو شوف القصص اللي انت كثير بتحكي عنها، بتسمع عنها، بتسمع فيديو، بتشوف فيديوز، او لما تحكي عنها بتحكي بطلاقه معناتها هي من ضمن نقاط القوه تاعيتك. I hope that this video كان كثير مفيد لكم. You will watch it again على اليوتيوب اذا حبيته. Next Friday او الجمعه المقبله حنحكي كيف نحول هالسترينكس تاعولنا او هالنقاط القوه لا success story أو لا إبداع أو لا كيف لنكون ناجحين بهالمجتمع. Thank you for watching. I hope إنه استفدتوا منه. Thanks for your time.